بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. اليوم عندنا كيف نزرع ونستخرج الألوفيرا من الألوفيرا الطبيعية. أخواتي الكريمات، هذا السر لم يضعه أحد قط على يوتيوب. الآن علبة الألوفيرا هذه ثمنها، أنا لم أكن أعرف أنه موجود ألوفيرا في الدولة التي أنا فيها. فعندي صديق دكتور مصري يعيش في كوريا ومتزوج كورية منذ تقريبا 15 سنة أو أكثر، جزاه الله خير، أهداني ألوفيرا، وتفاجأت بأن نفسها هذه موجودة في الدولة التي أعيش فيها، وتفاجأت بأن ثمنها غالي جدا، يعني يتجاوز 22 دولار أمريكي. هذه العلبة فقط سعرها 22 دولار أمريكي، يعني تكفي عدة مرات فقط للشعر وللوجه الألوفيرا، ونحن بحاجة ماسة جدا لها، يعني غالي جدا بصراحة. فاليوم سأعلمك كيف توفرن 20 دولار، كيف توفرن 20 دولار بل مئات الدولارات، وكيف تستخرجن الألوفيرا. الآن الذين يبيعون نباتات زينة وأشجار أشتال، نباتات الزينة الأشتال هذه التي يبيعونها عندهم، نجد عندهم شيء اسمه الصباريات مثل هذه. هذه الألوفيرا، انظروا الألوفيرا، هذه الألوفيرا كم ثمنها؟ ثمنها بالسعودية بالضبط 10 ريالات سعودية، يعني حوالي دولارين وربع أمريكي فقط هذه. فالآن انظري، هو يعطيك هذه، انظري كم شتلة معها، 1 2 3 4 موجودة في واحدة. وحتى لو أعطاك شتلة واحدة، الآن لو قمت بقطع هذه، قطع هذه الشتلة هذه مثلا، قطعتيها بالسكين مثلا، سأريكي الآن لو قلت بقطعها قطعت، الآن لو قمت بزراعتها سأقوم بزراعتها وطمرها ونسقيها ونعتني بها، فالآن تصير عندنا نبتة أخرى. الآن نقطع واحدة أخرى منها، ثم أخذها وأزرعها هنا، انظري الذكاء البشري عند العرب. نضعها ثم خلاص ازرعيها، تنبت واحدة أخرى واسقيها الآن، تسقيها فينبت عندنا، وهكذا. الآن كيف نستخرج الألوفيرا؟ هذه الألوفيرا كيف نستخرجها؟ نقطع ورقة. صور هون يا عزو، صور لي هون إذا سمحت. الآن هذه الألوفيرا الحقيقية سنستخرج مثلها، ماذا نفعل؟ نأتي علي إيدك شوية، أيوة يعطيك الصحة، كده أيوة هون أيوة. بس الآن نأتي انظري مبشرة، ثم نأخذ ورقة من هذه الألوفيرا ونقوم ببشرها، انظري. طبعا انتبهي، يوجد هنا شوك، هنا يوجد شوك أشواك، انتبهي لا تبطك. قرب على إلى هنا يا عزو، قرب لهنا، أيوة. بس خليك كده، الآن نبشرها. سأريكي أوليفيرا الطبيعية وبسعر التراب، أرخص ما يكون بالعالم. شوفي أوليفيرا الطبيعية، ألف بالألف، وأرخص من الفجل، أرخص من الفجل. هذه لا ترميها، ازرعيها هنا، هذه هنا 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 أيوة
احفري بالتراب وازرعي هاي هاي ازرعي ينبت واحدة أخرى هون. عزو عزو خليك 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 يا عزو خليك عندك بس قاعد بسجل شوي الآن. هذه هون أيوة سجلوا شوف الألوفيرا تفضلي ها تفضلي ألوفيرا شوفي ألوفيرا حقيقية شوفي هون 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 شوفي ألوفيرا شوفي الألوفيرا شوفي شوفي ها شوفي هذه اللي هون 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 كده شوي ميل قليلا ايوه كده بس خليك شوفي ألوفيرا حقيقية هاي ألوفيرا حقيقية خلاص صفيها وخذ الألوفيرا منها انت جيبي مصفاية الآن ها شوفي يا بنتي ها ارفع ارفع ايدك يا عزو هون ايوه صفيها طبعا انت تستخرجين كمية كبيرة ها تفضلي هاي الألوفيرا شوفي تمط مط ها تستخرجينها طبعا انا لا يوجد عندي الا كميه صغيره لم افعل الا كميه صغيره انت تعملين شوفي تعملين كميه كبيره ويكون هذا يعني اوسع من هذا اوسع 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 من هذا طبعا انا هذا رقيق جدا يفترض ان يكون اوسع من هذا اوسع انت ايوه هنا تقرب قرب قرب ايدك يا عزو ها طبعا هذه اوسع نضعها طبعا تضعين كميه كبيره انت انا بس علشان الفيديو بس فقط علشان يوتيوب ها وتبشريها طبعا بشكل جيد فتحصلين على الألوفيرا الألوفيرا كامله هذه ها طبعا انا فقط لاجل الشرح اختي الكريمه لاجل الشرح انا انظري تركته خشن يفترض ان اجعله ناعم وهذه هنا واستخرج هنا ويعني قف قف واستخرج كميه كبيره انا فقط اخذت ورقه واحده تعال هون يا فقط اخذت يعني فقط الان هذه الألوفيرا انظري الألوفيرا هذه اذا وضعتيها على وجهك هاي الألوفيرا شوفي ارفع ايدك شوفي هذه اذا وضعتيه على شعرك ها شوفي شوفي هذه تضعيه على وجهك وعلى شعرك عمرك ما تشوف المرض باذن الله هاي الألوفيرا الحقيقيه ارفع ايدك وخلي قرب الصوره لها ايوه يا عزو فهذه هي الألوفيرا يا بنات مع طريقه استخراجها باستطاعتك بدل ان نشتري هذه ب 22 دولار لا نحن نصنعها دولارين تزرعين الوف اشتال فقط فقط انت قصي فقط بالسكين قصي انظر هون قصي هذه ها واحفري احفري ايضا هون مثلا وازرعي واحدة ثانية ها ها خلص خليك خليك يا عزو و خليك يا عزو الآن اسقيها بالماء بالماء اسقي هون 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 عزوز هون ها الان شوفي كم ألوفيرا صار عندي خليك عزو شوفي كم ألوفيرا زرعت واحده اثنتان ثلاثه اربعه خمسه سته ازرعي الف يعني شتله واحده شوفي باستطاعتك ان تزرعي من شتله واحده الوف مئات عشرات من الاشتال كل واحده منها تطلع لك شجره كل واحدة منها إن شاء الله تطلع لك شجرة كل واحدة منها تطلع لك شجرة إن شاء الله طبعا في أنواع كثيرة منه
في أنواع كثيرة منه. شوف ورقة واحدة، ورقة واحدة تعمل يعني نصف ورقة، نصف ورقة واحدة يعني نصف ورقة واحدة تكفيك لعمل وجهك كاملا، ورقتين كافيات إنه يعمل كل شعرك، كل شعرك بدون أن تدفع. يعني هذه العلبة كم؟ 22 دولار، والله مبلغ كبير جدا بصراحة. نحن نصنعها مجانا، نصنعها مجانا. انظر هذا هو أمامك، ما يحتاج، ما يحتاج تضعين على وجهك. طيب الآن هاي الألوفيرا خلاص تأخذيها وتضعيها على وجهك، باستطاعتك تأخذيها وتضعيها على شعرك، على شعرك، على الوجه، على الشعر، ها تضعيه على وجهك، على جبهتك، تتركيها. شوفي تتركيها، شوفي ها تتركيها نصف ساعة، ربع ساعة كذا على وجهك. لا يمكن، لا يمكن يصيبك مرض بوجهك إن شاء الله تعالى. الكلف، النمش، البقع، البقع السوداد، السواد حول الفم هنا كله هذا يروح. بعدين بعدين إذا أردت، إذا كنت بعد نزع الشعر، إذا نزعت الشعر استخدمي ألوفيرا. إذا أردت ادهني، يعني فرضا تريدين أنت أن تنزع الشعر، امسحي بالأول بالألوفيرا. إذا بعد نزع الشعر حضعي الألوفيرا. أيضا عندك خيارات أخرى، إذا كنت تستخدمين الماكينة، ماكينة الحلاقة، أو رجل يريد أن يحلق لحيته أو يحلق أي شعر بجسمه، أو تريدين أنت حلاقة بالماكينة، يعني حلاقة أي شعر بدل المعجون أو الكريم، ضعي الألوفيرا واستخدم الماكينة. لا يمكن تنجرحي أبدا، ويطلع الشعر بطيء جدا، ما ينبت بسرعة، ما ينبت بسرعة، يظل الرونق البشرة رهيب جدا. أبو عبد العزيز كان معكن. إذا عجبك الفيديو حطي لايك إعجاب، وإذا ما عجبك نعدك بتقديم الأفضل. وقف الفيديو.